السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. زوجة النائب ورئيس البرلمان راشد الغنوشي تظلم الملايين بكلام حزين ومكي. طلبت جميع الشارع التونسي الدعوات إلى رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بالدعوات له بالشفاء العاجل، أن يشفيه ويعفيه من هذه الإصابة. صدم الملايين وأحزن الجميع إصابة راشد الغنوشي بكورونا. كشف مستشار رئيس البرلمان التونسي يوم الثلاثاء عن إصابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بفيروس كورونا المستجدة، ونقلت المواقع إصابة رئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي بفيروس كورونا. وفي وقت لاحق أكدت الصحف الرسمية لرئيس حزب النهضة الخبر قائلا: تأكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ راشد الغنوشي بفيروس كورونا أثر إجراء تحليل كورونا سريع مساء اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021. وجاء فيها المنشور: سيواصل رئيس المجلس القيام بأعماله عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحي. يا رب احفظ على رئيس البرلمان راشد الغنوشي من كل سوء ومن كل شر، وأن يحفظه يا رب من البلاء، احفظ يا رب عليه من فيروس كورونا المستجد الذي صدم العالم وأبكى الملايين. اشفيه يا رب من فيروس كورونا. وصدمت الملايين زوجته قولها، قالت له: ادعو له بالشفاء العاجل، أن يشفيه ويعفيه من كل سوء ومن كل شر، وأن يرجعه سالما غانما إلى البرلمان التونسي. احفظه يا رب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.